توقعات الأبراج وعلم الفلك للسنة الجديدة سنة 2024. قبل ما نتكلم في أي حاجة، أنا عاوز أقول إن مش أنا بوسينة توكل يعني، أنا بوسينة توكل يعني ما بؤمنش قوي بالحاجات دي اللي يعني اللي أنا هقولها دلوقتي ده كده للهزار والفن، إحنا بنقراها كده عشان فور فن، لكن أنا ما بؤمنش بيها قوي الحقيقة. وعايز أقول كمان إن أنا دايما مقتنعة إن كذب المنجمون ولو صدفوا بالظبط، لكن الحقيقة برضو ما يمنعش إن إحنا بنحب نقرأ الحاجات دي عشان نهزر ونغير جو كده وكنوع من التفاؤل يعني أو فور فن يعني بالظبط زي ما قلت. بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا إن أبراج التور والأسد والعقرب والدلو حياتهم هتمر بتغييرات كبيرة ومهمة في السنة الجديدة. الله أكبر، العقرب أنا أهو. أما أبراج الجدي والسرطان والميزان والحمل فدول بقى اللي هيكونوا على موعد مع السعادة وراحة البال بعد معاناة استمرت معاهم لفترة طويلة قوي. انت معاناة كمان كلام جميل. لا وكده بشرة جميلة. مين هيبقى حظه حلو بقى؟ كل الناس ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله الناس كلها تكون حظها حلو وجميل وكل الناس لها حظ ومفيش حد يعني مفيش حاجه دايما يا جماعه، ما دايما الا وجه الله. ساعات نبقى فرحانين قوي نفتكر ان ده هيستمر، ولا سعاده قوي 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 بتستمر ولا الحزن القوي قوي قوي بيستمر، كله بيعدي والايام عارف الايام دول طبعا. فأكيد كل الأبراج هتمر فترات سعيدة إن شاء الله. خبراء بقى اتفقوا على إن برج القوس هو من أكتر الأبراج حظاً في 2024. قوس. سواء في الحياة المهنية أو العاطفية. أنت تعرف حد برج القوس؟ لا. تعرفش؟ لا. بيقولوا بس أنا سمعت بقى إن الأسد حظه يطلع حيل. لا. ده طلع. ده طلع هيقع في الفخ. هيقع في الفخ؟ معمول له فخ؟ ما انا سمعت ده الكلام ده ان الاسد عشان انا فرحت عشاني ان شاء الله يا رب يا رب ما يبقاش فيه فخ. لقد وقعنا في الفخ يا ابني. وقعنا في الفخ. بالنسبه للمواليد بقى برج الفخ هيبقى ايه؟ قولي لي الفخ ده هيبقى ايه؟ لا ان شاء الله مفيش فخ. الحمد لله ان شاء الله تبقى سنه بقول لك سعيده على الجميع يا رب يا كل رب الناس حظها حلو ان شاء الله. كل الناس ومن عمل ومن اجتهد ده هيحقق كل حاجه نفسه فيها كله. بالنسبه لمواليد برج الثور يا جماعه فدول خبراء الفلك بيقولوا ان هم هيمروا بتجارب ناجحه في 2024 واغلبها هيكون عاطفي. الف يعني مبروك. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني لو حد منهم بيعيش قصه حب دلوقتي فبيقولوا له ابشر القصه هتنتهي نهايه سعيده جدا 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 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وكمان من اللي توقعوا الخبراء كمان اقدر اقول لمواليد برج الجوزاء. جوزاء مالهم؟ جوزاء برج جميل جدا بسم الله ما شاء الله، بس متقلب شويه امزوجه يعني قوي طبعا يوم طبعًا. بيحبوك ويوم الاثنين في بعض ناخد مع ده ومع ده بالظبط. اقدر اقول بقى لمواليد برج الجوزاء ان هم ان شاء الله هيحققوا نجاحات في شغلهم واي مشروع بيفكروا فيه او فكروا ان هم يدخلوه ويدخلوه هم مطمنين لانهم ان شاء الله ان شاء الله يعني بشرى المشاريع اللي يعملوها هتنجح ان شاء الله هينجحوا فيه يا مسهل يا رب. على